هنالك أثر، يعني تثير الأبحاث المهمة، تعطي البيانات حول الأثر الإيجابي والمهم لوجود المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، وكيفية الأثر الإيجابي على الحياة السياسية، على طرح المواضيع التي لم تكن ذات أولوية، وأيضا على ترشيد الموارد وعلى تلبية الخدمات أو دعم الخدمات أن تكون ملبية أكثر للمواطنين. فمن هون طبعا تبرز أهمية وجودنا اليوم ومشاركتنا وتعاوننا مع منظمة المرأة العربية ومعكم في هذا الموضوع لإلقاء النظر على هذه الإنجازات التي تم وضعها، وأيضاً أو خلال المنطقة العربية. مؤسستنا تتشرف دوماً بهذا التعاون والشراكة مع منظمة المرأة العربية. شاركنا بمواضيع متعددة، مراقبة الانتخابات وتشكيل فريق عربي يقوم بالمراقبة على الانتخابات، وأيضاً دي وضع مبادرة هذه الدراسات اللي من شأنها أن تعزز المكتبة المعرفية، وليس فقط العربية أيضاً ولكن العالمية. لكن يجب أن يكون هنالك أيضاً أن يشارك الإعلام في تسليط الضوء أكثر على إنجازات النساء والبرلمانيات في البرلمان أو صانعة القرار كوزيرة أو عضوات نقابة. سعيدة بعدد كبير من التوصيات اللي ذكرت، التوصية اللي ذكرتها دكتورة فادية اللي هي الشهادات للإنجازات الواقعية للنضال النساء هو أمر مهم جدا. نحن يسعدنا أن نكون مستمعين وداعمين لأي مبادرة بها النوع اللي طبعا تحتويها منظمة المرأة العربية، بيتكن جميعا وبيت النساء والدفاع عنهن.